إصلاح واقعي للبلد لم يحصل. أنا أمثل لكم مثال، يعني إحنا دائما نقول هذا شعار محاربة الفساد ومتابعة المفسدين والنزاهة وغير النزاهة، لكن خلينا نشوف الواقع. إحنا لو نقطة كهربائية موجودة نخلي بها جهاز، أي جهاز نخلي به، هذا الجهاز إذا احترق وعطب من خلال وضعه في هذه النقطة، إذا نجيب نبدل الجهاز ونخلي جهاز آخر أيضا نفس المشكلة، يحترق الجهاز ويعطب ولم أهل. هل نكررها ثالثة ورابعة حتى يحترق الجهاز الرابع والخامس؟ إذن السيستم أكو به خلل، إذن الأساس المصدر به خلل، والخلل أعود وأقول أنتم لاحظوا عندنا أمثلة للعالم الديمقراطي، أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، أوروبا. في أمريكا حزبين يحكوا، حزبين موجودات، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. لما يفوز الحزب الجمهوري، الحزب الديمقراطي يقعد بالمرصاد للحزب الجمهوري الذي فاز بالانتخابات، ويترقب كل حركاته وكل سكناته وكل تطبيقاته وكل شعاراته اللي رفعها قبل الانتخابات يترقبها ويقعد لها بالمرصاد، والحزب الجمهوري الذي يحكم يكون حريص على أن يحافظ على حيثيته ويحافظ على البلد ويحافظ على الشعارات، على تطبيق الشعارات التي رفعها. ولذلك تشوفين الخطأ قليل، مو ماكو خطأ، اكو خطأ. بس احنا لو نرجع لهيئة النزاهة، نرجع الولايات المتحدة الأمريكية، نعم جنابك في ميشيغان، هيئة النزاهة مع احترامي إلها، أنت جنابك مع في ميشيغان، احترامي إلها، هيئة النزاهة أيضا يحتاج لها إلى هيئة نزاهة أخرى، يعني أيضا تشترى وتباع بعض النفوس اللي موجودة في هيئة النزاهة. لا ماكو هيئة نزاهة بمعنى الكلمة. قلت أنا المشكلة، مشكلة النقطة الكهربائية اللي موجودة هي فيها الكهربائية غير صالحة لتشغيل الجهاز. المشكلة مشكلة النظام، مشكلة السيستم، مشكلة أنه المحاصصة، ما دام أكو محاصصة أكو فساد، هذا من الآن إلى قيام يوم الدين هذا الأمر موجود ولن يتغير، لن يتغير الوضع.